نبداو في مواضيعنا اليوم. باش نحكيو في برشا مواضيع اللي تهم العائله واللي تهم المجتمع التونسي ككل. دونك التحقوا بيا لي كرونيكوز دو ليميسيون ماري مكشوك اخصائيه التغذيه. اهلا وسهلا بك. اهلا بك عفوا. سافا؟ الحمد لله عايشه. دونك خلينا نقولوا للساده المشاهدين اليوم على شنو باش تحكي لنا مريم. انا هي الماكله اللي تخلينا نرقدوا اليز ونعديوا ليله كامله بالكدا. ايوا هذه حاجه مهمه. افواغ اون بون نوي دو سومي حاجه مهمه. وساعات نخلوذوا في الليل سورتو في في العشاء نتقلقوا وسورتو الصغيرات عفاف ديما نحن نبداو يشبعوا بالنوم امتحانات والكل. خبيا ومعنا كيما العاده الاخصائيه النفسيه ريم عبد الناظر. مرحبا ريم. مرحبا. صباح الحب وصباح الزين والجمال. يا عايشك انت يا الزين الكل. دونك باش نكملوا معاك احنا الاسبوع الفارق وريناكم شويه كيفاش الشباب غاضب. اليوم باش نعطيو شويه حلول. برشا تقلقوا منا. اي. وبرشا قالوا ما احناش الكل هكاكا. اليوم دونك جاك بوكو دو رياكسيون. مي اللي تفرج فينا اللي حكى في بلاصتي تغشش مني ومنك. مي بدا يراجع في روحه. دونك نقولوا لكم. وهذا المهم انه يراجعوا رواحهم حاجه مهمه برشا. وزميلتنا من فام مغربين ريم الورغي. مرحبا بك ريم. عسلي مع عفيف. شحوالك؟ يعيشك. دونك مع كاتي باش نكملوا في الانتقال الرقمي اللي احنا كنا بدينا نحكيوا عليها في احدى الحلقات الفارته ولكن يلزم ياخذ حظه الموضوع هذا. اليوم باش نحكيوا على الانتقال الرقمي للمواطن. أي. معناها في حياته اليوميه كيفاش باش يتم هذايا؟ حلم ولا حقيقه دايوغ؟ نحكيوا. تري بيان. باهي نبداو بالتغذيه ونبداو كيفاش نجموا ناكلوا نعرفوا شنو ناكلوا ساعه سورتو في الليل باش نعديو نشبعوا بالنوم ونعديو ليله باهيه. والله يا عفيف انا اخترت سوجي خاطر ديجا الامتحانات ونحن نحبوا صغيراتنا يقوموا اون فورم سورتو باش ياكلوا الصباح. واحنا بيدنا ستريسي زاد نبداو معناتها نحاولوا باش ننوعوا. ماذا بينا كصغير هذاك ياكل بوكو دو بروتيين اللي هما انواع اللحوم الكل كيلكو سوا البيضاء ولا الحمراء ولا السمك. الوغ كو هو ماهوش باهي لي بروتيين دوريجين انيمال ماذا بينا كيلكو سوا اللحم ولا الحوت ولا البيض يكون موجود اكثر في الوجبه نتاع الغداء. الغداء ميدي في الفطور نقولوا احنا. فوالا هذاك خير خاطر باش ينشطنا اكثر باش يخلينا معناتها نركزوا اكثر وكل. باغ كونتخ في الليل اللي برشا عباد يقول لك لي خلينا نتعشاو خفاف. وحتى اولادنا صرنا سنينهم برشا صغيرات يحبوا لي سلاد ويقول لك غياد ولا ناخذ حاجه تخفيف. هو فما هكا وفما هكا ريم لانه فما برشا عائلات ما يتلموش في الفطور نستخدم ونستقرا وكل شيء. دونك الوجبه الثقيله اللي تتقد بالكدا هي نتاع العشاء. اي برشا عباد كما قلت انت اللي يتعشوا بكري فيغ معناتها 6 و6 ونص باهي ما عندي حتى مشكله. فهمت؟ اما ديما نحاولوا نحن باش نرقدوا بالكدا ساعه ابار لا كومبوزيسيون معناتها التركيبه نتاع العشاء عندها امباكت قوي على السومي نتاعنا. وابغ الوقت زي كما قلت انت معناتها كي تعشاو بكري ما فما حتى مشكله. عندنا الوقت باش نهضموا ونريقلوا. مي جينيرالمون معناتها توا سيرتو الشتاء والبرد والكل العباد هكا مع السبعه مثلا ساعات حتى بعد سبعه سبعه ونص ثمانيه. انا نقول معناتها ماذا بينا باش نرقدوا بالكدا تكون ما فما حاجات فيهم ديفيكولون اللي هما موجودين في الطبابش كيلكو سوا حمص فول حاجات كيما هكا اللي برشا عباد ديجا يستعملوا فيهم في الجاري نتاعهم. معناتها حاجة جارية فيها دبابش وفيها شوية حلالم ولا حتى في اللي سلاد راهو ولينا نجمو نستعملو. احنا الجمعة اللي فاتت عملنا سلاد هكايا مع شيف مروان مع تذكرنا اللبلابي ولا. هو سو فورم دو سلاد. فوالا بامال دو فوا انتم تعملوا دي روسيت حتى سلاد فيها المحمصة بامال دو فوا لوبيا الانواع اللوبيا نتاعنا الكل. دونك الدبابش لازم يكون موجودين واللي سكرولون اللي هما موجودين كيلكو سوا مقرونة كسكسي الخبز اللي برشا عباد يسون اون تران دو لي سوبخيمي معناتها ينحيو فيهم كاريمون. قول لك لي ترزني في الليل وكل الوغ كو سي با فغي. تحب ولا تكره باش ترقد بالكدا يلزم قسط صغير ماك الخبز والا العجين. اما ان كونديسيون لي فريتور لي ما يبداوش معناتها سوسيت ميدمه حتى كان باش نعملوا غي معناتها روز هكا ازعر نجموا ثما صغيرات يحبوا المحلبيه بالحليب محمصه زاده بالحليب. دوزونا حتى الحليب زاده كيف كيف خاطر حاجه هذوما فيهم برشا تريبتوفان. تريبتوفان يخلينا نرقدوا اليز وما نعملوش هكا لي كوشمار والكل. فما زاد عبيد عفيف من قبل هي زي دي روسيت دو غران مير واللي هما باهين لي تيزان والكل. حتى صغار راهم مغرومين بهم يسخيلوهم ديما تي والكل. هكا نجمو نزلقوا لهم حاجه هكاك والا كاس حليب
تيد يبدا مثلا فيه شويه عسل. علاش عسل؟ انا اخترت معناتها من السكري الكل عسل، العسل باغ لي فيتامين اللي فيه والمنافع الكل، سورتو كي يبدا عسل حر، وزاده كيف كيف الحاجات السكري تحب ولا تكره معناتها ترقدنا، فهمت؟ عندها ان في معناتها على السيستم نيرفو تنجم ترقدنا. نبعدوا على توسكي كافيين ديزيكسيتون، وي الكل راهو الكافيين والكل. في الليل ما يقلقش؟ يقلقنا كيما التاي كيما القهوه. يعني حتى التاي زاد كيف كيف يطير النوم. فوالا كيما الانواع نتاع كازوز زاد الغامقين هذوك زاد كيف كيف، شوكولا زاد قد ما هو باهي لو سيستيم نيرفو في الصباح والا في اللمجه نتاع العشيه ولا عند الاول ناخذوكم ديسير، معناتها نجمو ناخذوه حتى كل يوم للصغيرات، اما كونديسيون ان فغي شوكولا يبدا مكتوب عليه شوكولاتا معناتها الوحده باش ما نغلطوش، باش نستنفعوا موا بك الكاكاو اللي فيه والكل. سينون في اللي نبعدوا الحاجة هذوما الكل نقدموه كيما قلت لك عشانها شوي، اما بربي لنرقدوا كروشنا فارغه ولا نعملوا على طرفه كسالاد راهو بالعكس ما تنجمش اصلا ما يجيش شوف جيت الكلام يا ريم ورغي انا من نوع اللي هكاك ديكخومب برشا ما نجمهاش معناها نحس ماتي فارغه تولي ديكخومب حتى التمبيراتور نتاع بدن عفيف راهي تتاثر برشا بالكومبوزيسيون نتاع الماكله فما عبيد عمال يرعشوا بالبرد معناتها والبرد والكل. انا نقول له معناتها حتى صغيرات اللي ما يحبش تخوسها لي ولي زيبيز لي زيبيز نبعدوا عليهم راهم يقلقوا برشا. اما كطرف الاسكالوب اللي عملوه ولا طرف الحم باهي حطوه عند الاول كله الماكسيموم، اما كان باش نعملوا عليه هو بركه ومعاه سلاطه سي با سوفيزون. لا وان بلوس لا ديجيستيون تقعد ياسر تعطل قد ما تبدا فما وقت طويل تاع عمليه هضم قد ما احنا نتعطلوا في النوم تاعنا. واضح يعطيك الصحه مريم كشوك. دونك كان ما خلطوش علينا من الاول الفيديو هذه وتوت لي فيديو تاع القاوم على صفحه قناه التاسعه على الفيسبوك ولا على صفحه الويكاند على الفيسبوك. دونك خلينا نمشيو بما انه بدينا نحكيو على العائله ونحكيو وعلى الاولاد والصغار وليز ادوليسون زيدا نجي معاك ريم ورغي. الشباب اليوم برشا شباب متغشش، ريم عبد الناظر برشا شباب متغشش، بدينا شويه احنا فسرنا لهم الجمعه اللي فاتت الاسباب حسب رايهم هما حتى تتوضح الصوره للمشاهدين، يراو رواحهم وانهم هما على حق ديما. دايوغ تنرفزوا منا وانا مازلت منرفز خاطر شفت عفيف الغربي وريم عبد الناظر اش حكاوا عليا، دونك مازلت متقلق ولكن حسيت اللي هذيك حقيقتي اللي انا ما نحبش نشوفها في المرايه، حسيت اللي انا غلطت وقت تعاملت مع والدي بطريقه نجم نقول مش محترمه، قصرت معاهم برشا وقت اللي نحاول وجهه سليم العاقل نتاع الحومه الوليد المتربي ناثر عليه ونهزه في القعدات مع فراس، حسيت بروحي عملت برشا حاجات كي عملت براكاج للطفله اللي متعديه اخر نهار في الشهر وخذيت لها شهريتها وخذيت لها بورتابليها وضربت برشا عباد وتسببت في برشا مشاكل في الحومه نتاعي. حسيت روحي بالحق انا مانيش نافع للمجتمع وما نجمش نكون قاعد ننتقد في الناس الكل وما رأيتش روحي، شبيني لتو ما فقت على روحي. حسيت روحي انا نجم نمشي نعمل فورماسيون، نجم نتعلم لغه، نجم نعمل فورماسيون في الانفورماتيك في الامور الاداريه حتى في الديوان علاش لا. حسيت روحي ندمت برشا على حاجات ولكن يظهر لي قالوا لي نجم ندارك الامر، نجم نكون فاعل في المجتمع. نجم تخوتاغ نجم كما حكيت انت بالنسبه لفورماسيون، فما لي فورماسيون كونتينيو وحنا قلنا وانه الشباب مثلا اللي ما كملش قرايته ولا غادر القرايه نتاعو ولا ما نجحش في القرايه نتاعو راهو فما برشا انواع نتاع تكوين واختصاصات مختلفه ينجموا يمشيو لها، المهم يفتحوا الافاق نتاعهم ويحطوا في بالهم وانه راهو غياني بيردو حتى شيء ما ضاع حتى شيء اذا كان نقرر واني باش نصلح حياتي وباش نبدا حياتي من جديد. صحيح عفيف وحسيت روحي مانيش راقي، حسيت بروحي حتى مع بدني مانيش عاطي قيمه وكاني نتعامل مع بدني حاشيكم كبوبال، ناكل اللي يجي، امي طيب ما نغزرش الماكلتها، نحب ناكل في الشارع، نتشرط على الماكله في الدار وانا ناكل نامبورت كوا اي كومون في الشارع، حسيت بروحي بدني كنت هامله لا نعمل سبور لا بدني قاعد نخدم في عضلاتي، قاعد كان ننتقد نرقد ونقوم ونمشي نعمل راسي كيما شفتوني الجمعه اللي فاتت. توا قررت باش نحب نبدل حياتي، نحب نولي انسان راقي، انسان فاعل كيما قالوا، نحب نبدل اللونجاج نتاعي، الكلام السوقي والكلام الغير محترم ماذا بيا نحيه ونبدا بشوي بشوية نبعد عن الناس اللي أثروا في حياتي سلبا ونراجع
علاقتي الروحيه كما قلت، على خاطر كان جيت نخاف ربي انا في الناس، عمري لا نحاول نخمم باش نغتصب البنيه اللي تعديت، عمري لا نحاول باش نتحرش بالوليد الصغير اللي خارج من المكتب مروحه لدارهم. عملت برشا حاجات، عملت برشا حاجات، واليوم انا الويكاند اثر فيا وبرنامج عفاف الغربي اثر فيا برشا. اليوم تراجع في روحك؟ قاعد نراجع في روحي. دونك اليوم فما الحلول كما قلنا، مثلا حاجات مهمه ذوما قلتهم انت ضمنيا، فما لا فورماسيون كونتينيو اللي هي برشا انواع، فما الرياضه، فما علاقتك الروحيه دونك تمشي شويه للجانب هذاك، وشنو اخر؟ والتغذيه السليمه، شنو اخر اللي من نجمون في العلاقات حلو. في العلاقات الاختيار نتاع العلاقات كي نخرجوا حتى في الشارع نحترموا الناس، ما نبداوش على اليمين وعلى اليسار نسبوا ولطف حاشاكم نكفروا ولا نقولوا في برشا حاجات يعني تقزم العبد وتخليه يتجرد من انسانيته وتخليه نحكيه على العدميه، نحكيه على وكانه يعني معناتها نظرة تشاؤمية للحياة. خلينا في الفلسفة الوجودية، خلينا في وجودنا وكياننا، ما احناش باش نحكيو على العبثية، عبثية الحياة اللي هي تبدا من الموت وتوفى بالموت، ولكن خلينا على الواقع، خلينا لي بيي سور تيغ، وخلينا نكونوا فاعلين في هالمجتمع باش نجموا مع بعضنا نعملوا شي حاجة لبلادنا كل من منطلقه. تخي بيان، يعطيك الصحة ريم عبد الناظر. باش نرجع لك ريم ورغي، باش نرجع لكم، خليكم بحضينا، فم برشا نقاط نجموا نحكيو فيهم. أما قبل هذيك نعمل طلع على الشيف مروان اليونسي. شيف وين وصلت في لي روسيت نتاعنا؟ أنا بديت مقدم عفاف، دونك بديت بالحاجات اللي باش ياخذوا لي أكثر وقت وأكثر إسباس ديما في الكوجين، نحاولوا كيكة. دونك بديت حضرت لي كيك نتاعي لاباري، وحطيت الفور نتاعي يسخن 180 دوغري 160 دوغري سامحوني، دونك جوست باش نطيب فيه الباز نتاعي اللي هو باش نطيبوه في المول هذا غارق شويه باش نكون عندنا ايبيسور في المقسوم تاع الجاتو. ومن بعد هاني قاعد بديت نحضر في الميلونج اللي هو باش نحطه في الـ معناتها في وسط لاباغي نتاع الكلوب ساندويتش. دونك جوست استوس صغيره في سوا الكلوب ساندويتش ولا حتى كي باش تعملوا ان سلاد في الدار، اللي هو الليتو ولا مهما كانت النوع. هنا عندي سلاد رومان، شيحوا سلطه مليح بعد ما تغسلوها، على خاطر هي اللي تخلينا ساعات السلطه كي نعملوا الفينيغريت ولا نعملوا كيما سلاد سيزار تقعد لنا اللوطه صحيت. هذاك الكل المشكله انه احنا ما نشيحوش الخضره اللي باش نحطوها في وسط السلاد نتاعنا. دونك وزاد طيبت من هنا لينوي نتاع ورده، وتوا باش نبدا نطيب في الصوص نتاعي، قاعد نقص في الخضره نتاعي فيرا ميزور اللي باش نبدا نطيب فيهم في وسط الصوص. فوالا عفاف، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو شيف مروان اليونسي. دونك شفنا مع ريم عبد الناظر بعض الحلول اللي لقاهم الشاب وحده، معناها كي قاعد يخمم. ولكن أنا نحب نثير نقطة تنجموا تشاركوني فيها، ريم زاد كيف تنجم تشاركني فيها، زاد مش مسؤولية الشاب وحده اليوم، فما مسؤولية نتاع العائلة، زاد وينهم العائلة؟ لأنه احنا نتولدوا، معناها الشباب يتولد برشا ديفورمان يحطوهم فيه، اللي نجم هو مش هذاك اللي يحب، مش هو اختياره. اكزاكتومون. ميرسي عفيف اللي اثرت النقطه هذه، مهمه برشا على خاطر افكتيفمون نحن اليوم نجيو نحطوا المسؤوليه تقريبا 99% من المسؤوليه على الشاب، الوغ كو الشاب هذاك قبل ما يولي شاب ويولي ديلانكون هو الطفل. والطفل ثم معقوله تعجبني ياسر، يقول لك اللي ان الطفل سيء السلوك هو طفل ينقصه التشجيع، معناها الطفل ولا الشاب راهو اكل سوء السلوك نتاعو وكالثوره نتاعو الماسكي هذيك، في النهايه هي رفض الحاجه تلقاها وهو صغير. دونك هذيك علاش اليوم نرجعوا به الوليد هذيك، نرجعوا به للطفوله ونشوفوه كيفاش تربى. ساعات ثم اولياء يقول لك انا ربيت وعطيته كل شيء، شريت له كل شيء وقالت له ريم المره الاخرى شبيه هكا. اليوم اللي نحكيو ثم اون تري غراند توندونس، وان شاء الله العباد معناها تعطيها القيمه اللي لازمه تتلهي بها. اليوم نحكيو على الوالديه الايجابيه او التربيه الايجابيه. انت احنا قلنا عافية الجمعه اللي فاتت الناس الكل تحب تربي والناس الكل ماشي في بالها تربي بالصحيح، مي الوليد باش ما يوليناش غدوه ان ديلانكون. ما نقولوا علاش ماهوش ان برودوي، ماهوش غوسيت تحط فيها معناها لي كومبوزون باش يطلع لك طفل اكيليبري. لا هو نتيجه نتاع باركور كامل نتاع التربيه. يمكن زاد ريم في نفس النقطه، فما
أو دي بارون، فما أولياء ما اختاروش أنهم يكونوا دي بارون، ولا هما ما همش حابين في الأصل أنهم يكونوا دي بارون، ولكن الضغط متاع لي بارون تاعهم، أي وقتاش تعرس، أي وقتاش نفرحوا بيك، أي وقتاش تجيب لنا صغير، عرسوا دي جون معناها، فماش حويجة في الثنية، دونك بتيتخ الضغط هذيك اللي خليهم أنهم جيبوا صغار وهما أصلا ما همش حابين معناها في أعماقهم، ما همش حاضرين، وإلا ما همش حابين مش شرط. ولكن المجتمع هو فرض عليهم هذا. هذا باش يكون موضوع حلقتنا السبت اللي بعده، على خاطر مهم برشا كما قالت ريم وكما قلت انت عفاف، انه اون انفستي في الصغيرات، راهي اول ثلاث سنين مهمين، وسي فغي المجتمع يزينا من وقتاش باش تعرس، يزينا شبيك تو ما عرست، باش تعاود تعرس، معناتها قعدنا كان في الانتقاد، قعدنا كان في تقزيم الاخر، ديما نركزوا على النيجاتيف، خلينا نرتقيوا بالحوار، معناتها البرامج التوعويه للصغيرات في سن مبكرة، وقت اللي الكشافة ما عادش، وقت اللي برشا عباد بعده على الكشافة وبعده على دور الشباب اللي تربينا فيها الناس الكل، الفن الراقي، لو تياتر، السبور، وقت بعدنا على هذا الكل، احنا اللي وجهنا شبابنا زادة انهم يمشوا لل مش وجهنا لهم، ما خلينا لهمش فرصة أخرى، خلينا لهم كان الشارع وخلينا لهم كان الفراغ، فوالا الفراغ هذاك وين يهزنا، دونك الضغط هذا نتاع بتاع التقاليد والعادات والمجتمع ولي فورما كلاسيك هذوما، اليوم انا كشابه ولا كشاب ما عينيش انا باش نعرس، ولا كي نحب نعرس ما عينيش باش ننجب اطفال توا، مانيش حاضر وما نحبش ننجب. ما يخلينيش اليوم بالضغط بتاع المجتمع تربينا ان ما نشبهوش لرواحنا، اوني با فغي افيك سوا ميم، نتربيو بتصويره باش نرضيو العباد الكل، على خاطرنا عايشين في ضغط، ونحن عندنا رانا حاجيات نفسيه نحبوا نشبعوهم، نحبوا نعرفوا رواحنا، نحبوا نرتاحوا مع رواحنا، الضغط هذاك يخليك تعمل لو موفي شوا. الموفي شوا في العرس، وقت اللي انت تبدا تلوج على النتيجه، اعطيني نعرس هكاهو، ولا اعطيني نجيب صغير بو ريبوندر، على خاطر تعرف اذا كان مع مش نحكيو مثلا على نساء، طفله كان في سن معينه ما عرستش تولي منعوته بصبع، ما عرستش، اذا كان عرست وقعدت مده ما جابتش صغار زاد كيف كيف منعوته بصبع، يبدا يوليو يخزروا لها حتى كي ما يكلموهاش، الخزره تقلقها، دونك تمشي تعمل الحاجات اللي باش ترتاحها من لو جوجمون، وما ترتاحش هي مع روحها، ساعات نجم تكون هي ما اكتشفتش روحها كزوجة والا في أنثى. في سيتوياسيون جديده نتاع المجتمع مازالت ما عرفتش روحها، وتلقى روحها فجاه ام انكور، معناها دور جديد باش تلعبوا، ماهيش ساعات مازال ما تفهموش. دوك عفيف قرارات الزواج احنا نعرفوا اللي في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان توا ولاو قرارات انفعاليه، معناها ديجا مستعجله دايغ جوستومون، هذاك علاش زاده كيف كيف نسبه الطلاق ماشيه وتزيد كبيره برشا وليت، دونك مازالوا هما ما فهموش هالكوبل هذا، ما فهمش شنو هو الحياه الاسريه الجديده، شنو هو لافي شنو المسؤوليه الكبيره، ويدخل عليهم الطفل مسؤوليه الطفل، دونك هنا تهيئه الوالدين باش يربيوا كالوليد مسؤوليه كبيره، وظهر لي اليوم مستحقين برشا 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 باش ناطروا هالوالدين وباش نوفروا مؤسسات دورها انها تحضر لي بارون لهالوالديه الايجابيه اللي اليوم في العالم الكل نحكيوا عليها، اليوم مستحقين باش نوعيوا الاباء، على خاطر راهو با فورسيمون الازواج هالكوبل هذايا با فورسيمون باش يكون حاضر واعي مثقف باش يمشي يلوج في الانترنت باش يثقف روحه، دونك ماذا بينا لو كان ناطروه باش نعرفوا كيفاش نحضروا جيل جديد، جيل واعي، جيل اكيليبري بسيشيكمون، هذاك هو الحل. نخليه زاد كل جيل يعيش اختياراته ويجي ويعيش وقته، ماناش نعملوا في كوبي كولي من جيل لجيل، دونك نحاولوا زاده نخليوهم يعملوا شخصيتهم ويختاروا ثنيتهم وحدهم، مش لازم يشبهونا، مش لازم يشبهونا، المهم وانه يبداوا ناجحين في حياتهم، يعني مش شرط. المقارنه تقلق برشا، وبرشا صغيرات يتقلقوا من المقارنه مع اخواتهم، مع جيرانهم، مع لي كوزان تاعهم، هذاك اللي يعمل عليهم ضغط كبير، وكانه كما قلت لازم موديل معين الناس الكل يخرجوا يشبهوا لبعضهم، دونك باش نحكيو بعد شوية على الانتقال الرقمي في عند المواطنين، أما قبل ذيك باش نمشيو ونتعرفوا على كتاب آخر في فقرة كتاب في دقيقة، كما عاودناكم كل مرة نقدموا لكم كتاب، اليوم باش نحكيو على أي علاقة بين الخطاب السياسي والممارسة الاجتماعية للدين في فترة الحكم البرجيبي. هذه الإشكالية اللي طرحتها الكاتبة والإعلامية أمال موسى في مؤلفها بورقيبة والمسألة الدينية،
الصادر ضمن سلسلة مقاربات عن دار سيريس التونسية للنشر. يعتمد الكتاب هذا اللي جاء في 239 صفحة من الحجم المتوسط مقاربة سوسيولوجية ضمن بابين، حيث اهتم الباب الأولاني المتضمن لفصلين بموضوع الشخصية البرجيبية والإصلاحات التحديثية، وخصص الباب الثاني اللي يضم ثلاثة فصول للمسألة الدينية من خلال تحليل مضمون الخطاب السياسي الرسمي في تونس. وكشفت أمال موسى في مقدمة الكتاب عن المنهج اللي تبعته في تحليلها للمسألة المطروحة، وبينت اللي المساحة الزمنية من سنة 1956 إلى سنة 1987 هي محور اهتمام بحثها، باعتباره أن الفترة هذه شهدت تعاطيا خاصا مع الدين يتسم أساسا بطابع إشكالي، وهذا لطبيعة علاقة خطاب بورقيبة السياسي مع الممارسة الاجتماعية للدين. دونك الكتاب هذا تنجموا تلقاوه على موقع سيريس بوك، تنجموا تعملوا كوموند اون ليني ولا تلقاوه في مختلف المكتبات في تونس. نعملوا طلع على الشيف مروان اليونسي وبعد نرجعوا باش نحكيوا على الانتقال الرقمي عند المواطن. دونك شيف مروان وين وصلت؟ اي انا توا حطينا السخون الفور نتاعنا، حطينا البغامنيز وتوا بديت نطيب في الصوص نتاع النوي، حطيت البصل واللحم وقاعد توا نقلي فيهم هكا مع بعضهم بزيت نجمه هكا تسمع فيه. يعني نسمع نسمع ونشم في الروايح لبنينه فوالا. دونك بديت بالبصل من بعد كمان. اسمع ان شاء الله يزازينا الفطور اليوم. لا 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 بقدرة ربي سافا جينيرو وان بليس مع ورده عندنا اللي نوي دونك سمعت لكم رطل كمان. دونك من هنا قاعد نحضر توا في اللي في نتاع لي كلوب ساندويتش. دونك خلطت اليوتيوب بالفرماج بلون هكا كيما تشوفوا ما تحلتش قاعده باتوز، انا حاجتي بها تقعد كونسيستونت هكا. ديما شنو تعملوا؟ دونك تاخذوا اليوتيوب وتخلطوا بها بالفرماج بلون ومن بعد تزيدوا الطن. هاني توا ديجا باش نزيدوا الطن وما يصيرش حطوا الزيت نتاعو معاه خاطر لهنا انا توا اكسبري سيتي زيت زيتونه. وهاو كيما تراو لهنا بربي نحب نوريكم راهو فريمون معناتها التراهم للنورات هكا هكا بالكعبه بالكعبه اللي انا باش نبدا توا نحط فيهم في وسط في وسط البول نتاعي. وحتى كي تخلطهم توا انا سي فغي سافا تغيم بات معناتها اما حتى كي تخلطهم راهو باش تبقى لا تكستور. يعطيك الصحه. دونك عفيف توا من هنا هذايا جوست البريباراسيون شنو باش نعمل؟ باش نتوستي توا الخبز وباش نركب عليه لي مورسو هذوما نتاع الكلوب ساندويتش بيان سور. قلبي الضعيف لا يحتمل. ومن هنا زاد توا باش نحط التومات كونسونتري دوبلومون كونسونتري نتاع سيكا. دونك باش نحط منها فريمون فريمون شويه باش نخليها تكمل في القلة، ومعها الفلفل نتاعي اللي هو حطينا بوكو دو كولور. دونك هذوما كلهم يتخلطوا مع بعضهم عطيه، ومن بعد نكملوا لهم شويه الهريسه سيكا وشويه الكونكاسي طومات، وبقدرة ربي تبدا الصوص نتاعنا حلوه برشا. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو شيف مروان اليونسي. دكتور نرجعو لكم بعد كي يحضروا لي غوسيت نتاعنا. بدينا من فترة نحكيو على الانتقال الرقمي المرة الأخرى على المستوى العالمي، معناها فما بلدان اللي دخلت بالباب الكبير مستعدة لهذا الانتقال الكبير. أنت اليوم ريم ورغي باش تحكي لنا على احنا المواطنين كيفاش يلزمنا نستعدوا. نحن التوانسة. كيف ثم حاجز معناها كاينه حلم كاينه حاجه بعيده ونحن ما نجموش نخلطوا لها والا ما نجموش نستوعبوها في لي ديتاي نتاع حياتنا اليوميه. الوغ كل يوم راهو حاجه لازمه باش تسهل لنا حياتنا باش نربحوا برشا وقت. دونك وقيد باش نحكيو كيفاش المواطن التونسي العادي يدخل في حياته هالرقمنه هذايا. كيفاش تعرف وقت اللي جينا الكوفيد وتلزينا باش نقراو الديستانس اولادنا والكل ولا باش نخدموا الديستانس، في بالنا اللي هذيك هي الرقمنه. انا هاكا هذيك الخطوه الاولى لو ترافاي الديستانس. لا اي الخطوه الاولى، اما رانا احنا لي ديتاي نتاع نوتخ في الكلها تنجم تكون مرقمنه باش نربحوا برشا وقت باش نربحوا برشا معناها برشا قلق برشا تعب. يعطيك الصحه. مثلا احنا توا في تونس عندنا تقريبا جمعتين ملي اطلقنا لا سيناتور الكترونيك اوفيسيلمون اي فينالمون. هذا باغ اكزومبل باش ينقص لنا برشا من شد الصف، ايقف امشي للبلديه امشي اعمل
ولي كيما بلي سيناتور ليغاليزي هذايا اللي قاتلين بها في اي خطوه وفي اي تحريكه جيب لي سيناتور ليغاليزي هذايا وتمشي وتشد الصف وتلقى سورتو توا وشد الصف لبرا والعبيد معناها لو ريسك دو لا مالادي. اليوم جاتنا هالامضاء الالكتروني هذايا باش ينحي لنا هذايا سيناتور ليغاليزي باغ اكزومبل. دونك الرقمنه في اداراتنا وفي بلدياتنا وفي حياتنا في حياتنا اليومية جاء الوقت أن ندخلوها أن نقبلوها. وين المشكلة؟ المشكلة اللي مازلنا مانيش قابلين كمواطن ومازلنا مانيش قابلين كإدارة. أيوة. على خاطر هذية تعرف عفيف يفرض علينا برشا ترانسبارونس ما تميش وقت متاع ارجع غدوة والريزو طايح ولا توا سي لا ترونسبارونس انا معناها كل شيء مرقمن سورتو في الاداره التونسيه لا فاموز معناها لادمينستراسيون تونيزيان وقت اللي معناها يبدا كل شيء مرقمن هكا ياسر ثما ترونسبارونس هو اللي ربح المواطن اللي مالوغوزمون لليوم مازال ريتيسون ومازال ثما برشا اصوات خبيثه انا نقول اللي ضد الرقمنه اللي تقول بالله فاش تحكي وراه ما ثماش ريزو بارتو و24 ولايه ما فيهمش لو ريزو هات نبداو بالموجود البلايص اللي هما عندهم اكسي اليوم كيما برشا طلبه مثلا يتحرموا من القرايه اديستانس على خاطر بيتي علت انه فما طلبه اخرين ما عندهمش هيك نبداو باللي عندهم ونبداو اوفور يا ميزور نكملوا معناها نجموا نمشيو اون باراليل في الميادين الكل. حاجه اخرى لي زابليكاسيون يمكن العباد اللي عاشوا شويه لبرا مثلا في فرنسا جو دي اتيتر ديكزامبل ماهوش هي معناها لو سول اكزامبل اما ثم لي زابليكاسيون اللي كل شيء انت من دارك تنجم تعرف المترو وقت ايش يجي تنجم تعرف دورك في عند الطبيب الفلاني جاي ولا ما جاش كل شيء هذوما لي زابليكاسيون اللي احنا عندنا معناها ادمغه هذوما ما فيهم شيء معناها ما فهمت شنو اللي خصنا احنا شنو ناقصنا احنا حتى شنو تعرف شنو ناقصنا ناقصنا لا فولونتي الرغبه وناقصنا ان لانتيغراسيون ان تدخل لحياتنا انت اليوم باهي ها باش نقول لك شنو ناقصنا انت اليوم عندك دي زابليكاسيون سهلوا لك حياتك ولا قاعده في حياتك اليوميه شنو اللي يمنعنا اليوم يمنعنا ان ندخلها في حياتي ندخلها نقبلها وقت اللي انا نعرف اللي ثم ابليكاسيون باغ اكزومبل جو دي نامبورت كوا في البلديه الفلانيه عامله لابليكاسيون اني نعرف دوري وقتاش باش نمشي ندخلها في حياتي حتى ابليكاسيون وانه باش نعرف انا شنو هو الوثائق باش نسال اي حاجه باش نعمل مشروع باش نعمل اي حكايه دونك نقص الضغط نقص الضغط يبداو عندي انا ابليكاسيون فيهم الحاجات هذوما الكلهم وفيهم منين تيليشارجي لي دوكيومون وكل شيء معناها هذا اللي باش نسهلوا برشا ولو انه فما بعض المواقع اللي تلقى عليهم ولكن كي تولي سو فورم دابليكاسيون تولي حاجه خير ظهر يعطيك صحه وثم حاجه ثم مشكله الكريديبيليتي المصداقيه من طرف في المواطن والمصداقيه من طرف الاداره اللي اليوم مازلنا ما لقينا لهاش الحل المناسب توا باغ اكزومبل في لاشا لاشا سور انترنت في تونس قعد متعثر لي معناها سنوات كثيره وجات جي الكوفيد باش كسر هكا الحكايه هذيك ودخلنا في لاشا سور انترنت وعملنا معناها الحقيقه كانت ثوره والناس الكل ولات تشري شكون اللي اليوم مازال ما شريش سور انترنت كيف كيف مرضنا ولا اللي ظهر لي وانا في مرحله خايبه انا في مرحله خايبه انا نجري ياسر على الانترنت عفيف قعدنا معناها اون ديزاين بلو بيان سور يربحك وقت يربحك انرجي يربحك يحميك اليوم في الكوفيد معناها بربي جوست نحل بارونتيز صغيره لهنا سي فغي توا ولا فما برشا مواقع داشا اون ليني نثبتوا من انا موقع قاعدين نشري وراه فما مواقع اللي يضمنوا لك الجارانتي مواقع اللي فيهم سيرفيس ابري فونت مواقع اللي تعرف اون كادو اي حاجه معناها البرودوي اللي جيك ماهوش هذاك هو باغ اكزومبل ولا فيه ان ديفو باش تنجم ترجع له تعمل معاه فما حاجات اخرين تخوف دونك ردوا بالنا حتى كي نعملوا اشا اون لين من عند شكون ولا منين نشري هذا دور المواطن انه يكون افيرتي انه يقرا انه ماهوش معناها ماهوش عيب لاشا سور انترنت مي عيب المواطن اللي لازمو يرد باله ويل دوا اتر افيرتي ويقرا ويرد باله معناها في لو شوا اقفل لنا باش نقفل لك هذايا الكل شنو محتاجين؟ محتاجين الحملات تاع
التوعية للمواطن وللمدنيين. شكون يعملهم الحملات هذو؟ الحكومة، الدولة. اليوم لازمها تقول لنا يا عبيد يا مواطنين يا توانسة، رانا لازمنا نتعداو للرقمنة، راهو حياتنا اليوم تكون أسهل وأنجع وقت اللي نتعداو للرقمنة. دونك ألونزي، خلينا نبداو في دي كومباني دو سونسيبيليزاسيون. إلي تان، إلي تان. تستعمل ريم أنت ليزابليكاسيون لاشا أون لين؟ نستعمل، وكما قالت ريم وكنت تحكي انت على الاكسبيرينس نتاعك، تسهل لنا حياتنا وتنقص لنا تضييع الوقت، دونك تربحنا في الوقت، سي لا ميم شوز. وزاده المجتمع المدني راهو حتى هو دوره كبير، انا نشوف في حملات التوعيه مع الحكومه مع بعضنا. فم برشا جمعيات اللي من اختصاصها زاده الرقمنه والكيت هذوما، دونك تنجم. وانت مريم علاقتك انا انا صافا ناخذ من الانترنت، اما حاجه بركة ان ديتاي اللي ما يحطوش لي بخي، دونك كاستيت الحقيقه نقعد نستنى حتى يرجع. انا ديجا موقع مش حاط لي بخي ما نشيش منه. فوالا اول حاجه نبدا بالتخي هذاك. اول حاجه معناها لا ترونسبارونس والوضوح، وانه في متخ لي بخي باش نعمل اول حاجه ما فيهوش نقاش هذاك، مادامك مش حاط لا سوي ما نشيش من عندك. سي كلاك. كلمة أخيرة لإدارات السبيطارات البلديات، بالله قايت باش نتعداو للرقمنة لابسولو، معناها تولي كان هي الخيار الوحيد. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو ريم ورغي، ميرسي ريم عبد الناظر، ميرسي مريم مكشوف. اقعدوا معنا في المتابعة، مازلنا معكم في برنامج الويكاند، فاصل قصير وراجعين. قوتنا في هلستنا. وردة سرها المحبة. يا ذا لزر مزاروني ديما مزار، ومعدل كل منقالة هما في قضية الدار. لزهر يخاف من مرته مش نورمال. توين الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. اوه ما عنديش الزهر في قضيتك. اما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنه.